أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التحنف، الجسم الإنساني الحنيف، الجزء الثاني. الحنف هو الطهر، والتحنف هو الإيمان بوجود الطهر الذي يؤيد إلى وجود الله. وأول إنسان عبد الله بالتحنف وهو سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، الذي كان حنيف. فهذا الحنف، هذا قوة وشدة إيمانه بوجود الطهر في الخلق، أيده للإيمان بوجود إله طاهر خالق هو الله. فهذا الكائن الإنساني هو كائن حنيف، فيه معالم الطهر وهامة الطهر التي تجعله مهيئ لمعرفة الله الطاهر القدوس وإلى عبادة الله الطاهر القدوس. فالقرآن والحديث فيه آيات تدل إلى أنه في وجود آيات مؤيدات لوجود الله في خلق الإنسان. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم في صورته، أي إن صورة آدم الذي خلقها فيه الله فيها تأييد إلى ما يرضي الله وإلى ما يؤيد الله وإلى ما يهيئ سيدنا آدم لعبادة الله. وقال الله سبحانه وتعالى: تبارك الله أحسن الخالقين. وقال الله سبحانه وتعالى: صوركم فأحسن صوركم. إن الله صور الإنسان، جعل له الصورة، جعل له السور، له الشكل، له النية، له الأشكال والأوصاف في جسمه وفي شكله التي تؤيد إلى أفكار الطهر وما يؤيد الطهر الذي يقرب العباد إلى الله. فقال الله: صوركم فأحسن صوركم. إن الصورة هي أحسن صورة، إن الشكل الإنساني العام المشترك بين جميع الناس هو شكل أحسن صورة ممكن تكون في تصوير الإنسان، لأن الإنسان خلق في شكل هو أحسن، والأحسن يقصد به الامتياز والحسن والخير والشيء الطيب. إنه خلق الإنسان الله صوره في شكل مضغا، شكل فيه أجمل الأوصاف وأحسن المعاني التي هي معاني الطهر والحنف والعفة التي تؤيد الإنسان إلى معرفة الله. فالجسم الإنساني الحنيف فيه شكل الطهر، فيه أوصاف الطهر، مشكل لمعاني الطهر والحنف. فالإنسان جميع أوصافه وأطرافه وأعضاء جسمه فيها معاني لمعاني الطهر والحنف، وهو ما يقصده الله في أفي أنفسكم فلا تبصرون، وهو تبارك الله أحسن الخالقين، وهو في خلقكم إنه آية لله، وهو كما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم في صورته، يعني الله خلق صور الإنسان في شكل وهيئة فيها مقاصد الله. فالإنسان من راسه لأقدامه لرجلينه كلها تحمل معاني الطهر وما يؤيد إلى معاني الطهر، مما يؤيد إلى وجود الله وطهر الله الخالق للإنسان وحقية الإنسان في عبادة هذا الإله الطاهر الحنيف الذي هو الله. فبداية في رأس الإنسان، والرأس هو أعلى
مكان في الإنسان. فالله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أنه خلق ما يمشي على أربعة، وخلق ما يمشي على بطنه، وخلق ما يمشي على رجلين اثنين. فالإنسان هو كائن فيه ميزة أنه يقف على الاثنين، وهذا الوقوف على الاثنين، فكرة الاثنين، يقصد به الذكر والأنثى الذي فيه العطاء. فالإنسان قائم على الاثنين، يعني يحب العطاء، يحب العطاء من الخالق مما يؤيد أن الإنسان يتقرب إلى ما فيه العطاء ويقصد به المصدر الذي هو الله. فالإنسان في رأسه، في الوجه للإمام، والإمام هو معنى الزيادة، والخلف هو معنى النقصان. فالإنسان هو في منقسم الاثنين، الوجه الإمامي اللي هو الوجه والصدر والبطن والرجلين، وما خلفه من الظهر والصلب والرجلين. وتاني يتكرر هنا معنى الاثنين، لأن الاثنين يقصد بها الذكر والأنثى، هم اثنين فيهم العطاء وتكوين الناس. فلذلك جميع أعطاء الإنسان فيها معاني الاثنين، لما فيها من معاني العطاء من الذكر والأنثى، ولأن الجمع الذكر والأنثى في طهر يؤيد إلى وجود الله. ولذلك تكرار رغم الاثنين، فالعيون اثنين، والإذنين اثنين، واليدين اثنين، والرجلين اثنين، وفي الصدر الثدي اثنين، وفي الذكور الخصيتين اثنين. فكل تكرار هذا الاثنين هو لمعنى العطاء. ولذلك هذا التكرار في رقم اثنين يقصد به معاني الجمع، ويقصد به معاني العطاء، ولأن هذه الأعضاء في الإنسان فيها معاني العطاء والأخص والزيادة، لذلك فيها رقم الاثنين. فكل الإنسان خلق حنيف يؤيد إلى وجود الطهر الطبيعي الفطروي في الإنسان، وأعضاءه الأخرى تؤيد إلى هذا الطهر. فالإنسان أهم مكان في الإنسان يسمو فيه معاني الطهر والحنف هو الوجه الإنساني الحنيف الذي فيه الأنف تشابه الذكر، لأنها لحمة موجودة متقدمة في الوجه، والفم الذي هو يماثل الأنثى لأنه لحمة مفقودة وباطنة إلى الوجه وفارغة، فهي بمعاني الأنثى والفقد. وهذا الاختلاف بين الأنف والفم إنهم ضد بعض، ولذلك هما مبتعدين مفصولين من بعض. وهذا الفصل بينهم إنهم لا يجتمعان، ولا يدخل الذكر في الأنثى في كما يكون في مثلا في الجماع في العورات. أما في وجه الإنسان هذا لا يكون، في ابتعاد ثابت بين الأنف والفم، فهذا الشكل للذكر في الأنف وهذا التصوير للأنثى في الفم، إنهم مبتعدين هو لمعنى الطهر، لأن النجاسة هي في جمع المختلف. فلذلك الوجه الإنساني يحمل معاني الطهر مما ذكرت في القرآن، قال الله أقم وجهك للدين حنيفا، قال الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال الله أسجد واقترب، قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم النظر إلى الوجه المليح عبادة، والنظر إلى الوجه الجميل عبادة. وفي الإسلام حرم ومنع ضرب الإنسان في وجهه، وقال الله فأينما تولوا فثم وجه الله، وقال الله الذين يريدون وجه الله.
فكل هذه المعاني للوجه في الدين الإسلامي هو لي معنى وجود هذا الطهر وهذا الحنف وهذا الجمال في الشرف والعفة في معاني الوجه الإنساني الذي هو ليس موجود في باقي الكائنات. فمثلا في الحيوانات، في الحصين وفي الحمير، الأنف والفم مجتمعتين ومتقدمتين ففيهم معنى النجاسة. أما الإنسان في وجهه الأنف مفترقة من الفم لما فيه معاني الطهر، ويشتد هذا المعنى في وجود الشنب والشارب في الرجال الذي يكون فاصل مادي بين الأنف والفم. وقال الله البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، إن الله يفصل بين المختلف. وفي القرآن في سورة الحديد، والحديد هي مادة قوية تفصل بين المختلف. فكل هذا المعاني للفصل بين المختلف هو لتؤيد معاني الطهر والحنف. ولذلك أمر الله نساء الإسلام بالحجاب وبالفصل بين الرجال والنساء. وفي عدم النظر في غض الأبصار بين النساء والرجال، كل هذا الانفصال والبعد بين الرجال والنساء في الإسلام هو لمعاني الطهر ولتأييد معاني الحنف والطهر التي هي من أساسيات وصف الإله الله في الإسلام. فالوجه الإنساني الحنيف يحمل هذه معاني الطهر، لأنه في البعد بين الأنف والفم الذين يماثلان الذكر والأنثى. ففي الوجه أيضا أوجد الله العيون، والعيون هي في شكل دوائر، فالعين هي شكل دائرة متطاولة للجنب، وفيها دائرة بتكون دائما فيها لون أسود أو أزرق أو أخضر. فهذه المعاني للدائرة هي المعاني النقص، لأن في الدائرة في العوج. قال الله قرآن غير ذي عوج. فالخط المستقيم عندما يعوج بدي شكل الدائرة، ولأن العوج فيها النقص، لذلك كمالية الانعياج حتى يتصل ببعضه في شكل الدائرة يقصد به الفقد. والعيون فيها معاني هذه الدائرة لسبب أن العين هي من الحواس حاسة فيها المعرفة من البعد، يعني العين ممكن تنظر لشيء من غير جمع الشيء بالعين. أما في حاسة الذوق في الفم، الإنسان بيحتاج أنه مثلا يدخل العنبة في فمه ويقطعها بأسنانه حتى يذوقها في لسانه. أما في العين الإنسان يقدر أن يرى الشمس، ويقدر أن يرى البحر، ويقدر أن يرى الوردة من البعد دون أن يقطعها أولا ويدخلها في عيونه. فهذا الحاسة، حاسة النظر التي هي في البعد، فيها إغرار لمعاني البعد التي بين الأنف والفم في الطهر في الوجه الإنساني الحنيف. ولذلك العيون هي فيها معاني الطهر. ولذلك كانوا العرب يكحلون عيونهم، والرسول في السنة كان يكحل عيونه، وكان أدعج فيه سواد مثل الكحل طبيعي في عيونه، وهو لتأييد معاني الطهر في العيون ولذلك الجمال في الكحل. ويكحلون باللون الأسود لأن اللون الأسود فيه معنى الفقد، فيذكر بمعاني البعد وعدم الجمع والجماع في العيون التي هي طاهرة. ومن فوق العيون أوجد الله الشعر، فالشعر الفوق العيون يسمى الحواجب، وهذا الحاجب هو شعر. والشعر مادة بتختلف من الجلد واللحم، إنه الجلد واللحم الإنسان لو وضع شيء في جلده يحس به بوجوده، أما الشعر الإنسان لا يحس بالشعر، فالشعر يغصوه ويحلقوه فلا يوجع، أما الإنسان إن غرس أو
أو جرح في جلده يحس به، فلذلك الشعر فيه عدم الوعي. ولذلك خلق الله شعر الحواجب من فوق العينين للتسكير بعدم الوعي في العيون، إنه لا يجمع، إنه حاسة البصر هي من البعد مختلفة من حاسة من باقي الحواس مثل الذوق أو اللمس. وفي الوجه الإنسان الحنيف خلق الله الأذنين، والأذنين هن حاسة السمع، والسمع هو معرفة الأصوات والصوت. ففي الصوت يتولد الصوت في الطبيعة عندما يجمع شيئين، إنه إن التمس مادتين ببعض يخرج منهم صوت، مثلا ضرب الدف يولد الصوت. هذا التوليد للصوت هو من الضرب والجمع بين اليد والدف. فلذلك الصوت هو شيء نجس لأنه يتولد من الجمع. فلذلك الله جعل الأذنين في شكل دوائر للقول بعدم الجمع في الوجه، إنه حاسة الصوت التي تتولد من الجمع، إن الأذنين في شكل دائرة يعني فقط، حتى يذكر إلى معنى فقد الجمع في الوجه بين الأنف والفم، مما يؤيد معاني الحنف والطهر في الوجه والكائن الإنساني التي تؤيد إلى وجود الله. ففي الإنسان، في رأس الإنسان بعد الجبهة، والجبهة هي منطقة فاضية في الوجه الإنسان، وهذا الفراغ هو للتذكير بالعدم في معاني الوجه، لأنه في عدم جمع في الوجه، فلذلك جعلت منطقة فارغة للتذكير بمعاني الفقد. وقيل إنه في الحجاز كانوا يرون الجمال في كبر الجبهة لأنها تذكر إلى الفقد في النساء، يعني إلى معاني الطهر في الوجه، ولذلك إلى شرف النساء. ففي رأس بعد الجبهة في الرأس في الناصية في على الرأس يكون في الشعر في الذكر وفي الأنثى. شعر الرأس هو استعلام عن الطهر، إنه هذا المادة التي ليس فيها وعي ولذلك فيها معنى الطهر، هو للتذكير بأن أعلى حاجة في الإنسان وأهم حاجة في الإنسان هو معنى عدم الوعي في معنى عدم الجمع والجماع في معنى الطهر والشرف والحنف الذي يؤيد وجود الله. فأما في النساء شعر الرأس بيكون أطول دائما، وهذا الطول في شعر الرأس هو للتسكير لأنوثتهن، إن الأنثى هي الكائن الذي فيه الفقد في العورة، كما إن الذكر الكائن فيه الوجود، فالأنثى في معاني الفقد، لذلك فيها شعر الرأس أطول، لأن الشعر هو مادة الفقد، فطول الشعر هو يذكر إلى الأنوثة. ولذلك في الإسلام الشعر عورة مما يغطي النساء الإسلام بالحجاب حتى لا يذكرا بأنوثتهن أو يذكرا بنفسهن فيثيرن الرجال، قال الله فيطمع الذي في قلبه مرض. فلذلك في الحجاب من أهمه هو تغطية الشعر، لأنه فيه معاني الأنوثة. فالوجه الإنساني الحنيف هو أهم معلم للحنف والطهر في الإنسان، وأهم شيء فيه هو الفقد بين الأنف والفم، هذه المساحة
بين الفم والأنف هي لمعنى البعد بينهم، لأنهم مختلفين ومضادين، لحمة موجودة ولحمة مفقودة، ذكر وأنثى، فجمع بين مختلف. وهذا الوجود للأنف والفم في وجه الإنسان هو للتذكير بأن الله خلق الناس في ذكر وأنثى. قال الله خلق من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها، وقال الله ليس الذكر كالأنثى. ففي القرآن في إغرار وتذكير إلى هذا الإنسان إنه كائن من ذكر وأنثى. وقال الله الرجال قوامون على النساء وإن الرجال على إنهم درجة على النساء، فكله للتذكير بأن الإنسان كائن من ذكر وأنثى، للتذكير بالجمع الطاهر بين الذكر والأنثى في الإنسان الذي يؤيد إلى طريقة خلق طاهرة تؤيد إلى خالق طاهر هو الله. فلذلك الوجه الإنسان الحنيف لأنه فيه معنى الفقد. يعني تاريخيا في الناس كانوا يقولون بالجمال في وجه الإنسان الدائري، لأنه الإنسان الوجه دائر فيه الجمال، وهو وصف الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه قالوا إنه كان شكل رأسه وشكل وجهه إنه كان يعني مربع مائل إلى الدائر يعني، وليس كان فيه كمالية شكل الدائر لأنه كان رجل، والشكل الدائري يقصد به الانعواج، إنه الخط المستقيم عندما يعوج ويعوج ويعوج بيلتغي الطرفين فتكون شكل الدائرة، ولذلك الدائرة فيها معنى الفقد. ولذلك كلمة دائر باللغة العربية يقصد أريد لأنه عنده فقد. وقال الله قرآنا غير ذي عوج، يعني عوج بمعنى نقص وفقد وخطأ. فالوجه الإنسان الحنيف ورأس الإنسان هو في شكل دائرة وشكل كورة، وهذا الشكل هو للتذكير بالفقد الذي هو في وجه الإنسان الحنيف. فالشكل العكس الدائرة هو شكل المربع، إنه يكون في أربعة خطوط مجتمعة بيبقى في شكل مربع، وهذا شكل المربع بيختلف من شكل الدائرة إنه ما بيكون ناعم من كثرة العوجة، ولكن بيكون فيه أركان حادة أربعة. فالمربع فيه أركان حادة، يعني إن وضحت يدك على شيء مربع أنت بتشعر بالزاوية وبالأركان. فلذلك المربع يقصد به الوعي، وبيت الله في مكة مربع لأنه يقصد به بوجود الله، إن بيت الله يرمز إلى وجود الله، ولذلك هو في شكل مربع للتذكير بالوعي، يعني الإغرار بوجود وحقية وجود الله. فلذلك الرأس الإنساني هو شكل مربع دائر، والمربع بمعنى الوعي لأنه زول بيلتقي يعني أصبعه بالأركان في المربع، أما في الدائرة فبيكون ناعم يتحرك من غير لمسه يعني مع أركان حادة. فلذلك شكل المربع بمعنى الوعي وشكل الدائرة بمعنى الفقد. فشكل الإنسان المربع الدائري ده هو للغول بعدم الوعي، يعني يقصد به الطهر، لأنه في الالتماس وفي الجمع وفي الجماع فيها معاني الوعي، فهي معاني نجاسة، أما معاني الفقد معاني عدم الجمع كما في الماء الطاهر، وفيها معاني الطهر والحنف الذي يؤيد وجود الله. لذلك اختيار هذه الأشكال هي للتذكير بمعاني الطهر. فالإنسان المربع
يعني بعض الناس بيكون وجوههم طويلة، والناس لا يرون إنه فيه الجمال مثل الشكل الدائري، ولكن الطول في الوجه هو أيضا من أشكال الطهر، لأن الطهر لأنه الشكل المستطيل أو الوجه الطويل فيه يعني معنى المربع مستبعد، المستطيل هو المربع كأنه مطوه أو أبعد أركانه من بعض، فلذلك فيه معنى الطهر في عدم الوعي بهذا المعنى، إنه الأركان في الجهتين استبعدوها في الطول، فلذلك فيه معنى الطهر من هذه الناحية. ولذلك قال الله تبارك الله أحسن الخالقين، يعني حتى في المعنى مثلا بروه شين في طول الوجه فيه برضو معنى الطهر، ولذلك أوجده الله. وإن الله هو الرحمن، يعني يستعمل يعني أوصاف مختلفة لمعنى واحد، وهو من الجمال، حتى يؤيد ويقر المعنى الأول في إن وجود الطهر. فلذلك الإنسان، لأن الإنسان الوجه الإنساني الحنيف هو الوجه الإنساني الحنيف فيه الأنف والفم مبتعدتين، يعني عدم جمع والطهر، ولكن الإنسان هو كائن مجموع، هو شيء مخلوق، إن الإنسان خلقه الله في رحم أمه، وجمع أعضاءه فتكون فولدته أمه، فإن الإنسان كائن مخلوق مجموع، ولكن في وجهه فيه معنى عدم الجمع. فهذا لأنه عدم الجمع في الوجه هو إغرار لله وليس لحقيقة الإنسان، لأن الإنسان يولد من الجمع، والإنسان يكون فيه الجمع والجماع والزواج، فلذلك الوجه الإنسان الحنيف هو لله، ولذلك حرم الله السجود للناس، يعني في سورة يوسف إنه أبويه وأخوانه سجدوا له، يعني سجدوا له بمعنى وضعوا وجههم في الأرض للقول إنهم يرضون بالمعاني الطاهرة فيه إكراما لسيدنا يوسف. وقال رسول محمد صلى الله عليه وسلم: إن كان يأمر أحد بأن يسجد لأحد لأمر الزوجة أن تسجد لزوجها. والسجود هو وضع الوجه على الأرض، والأرض معنى الرضاء، يعني إن الإنسان يقول أنا رضيت بمعاني الوجه في الطهر. وفي الإسلام الإنسان يسجد 5 مرات في اليوم في الصلوات للقول بأنه يرضى بالطهر الذي هو وصف الله. والأرض سميت بالأرض لأنها بارة، تسمى البر لأن الأرض في طبيعتها الإنسان عندما يضع عليه رجله أو قدمه تنزل معه، فهي تبره، يعني مثلا في الصحراء في الرمال، فالإنسان عندما يمشي على الرمال بيترك أثر المشي على الرمال، لأن الأرض بتنزل معه، التراب ينزل معه. هذا البر فيه الرضا، الإنسان عندما شيء يبره يرضى، الإنسان لو دار يخطف له ثمرة من شجرة وغطفت يعني برته أعطي يرضى. فنفس الشيء معاني الرضا في الأرض، الإنسان يضع وجهه في الإسلام على الأرض في اتجاه بيت الله في مكة الذي هو في وسط غرب، يعني الوسط بمعنى الوسط الإنسان أو منطقة الجمع بين المختلف، إنه غربت أبعدت لمعنى الطهر، ولذلك الحجاز وبيت الله في مكة فيه معاني الطهر والقدسية، ويحجونه الناس تغرب إلى الله. في الإسلام وضع الوجه على الأرض هو القول بالرضاء بمعنى الطهر الذي هو في الوجه، للقول بالرضاء بالله والتغرب إلى الله. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه في السجود يكون الإنسان أقرب إلى الله،
هو في أقرب حالة يكون فيها المسلم إلى الله هو في السجود، عندما يضع وجهه على الأرض تقربا إلى الله ورضاء بطهر الله الكامل الذي يسمى بالقدسية. فالإنسان ليس قدوس، فالله قدوس، ولذلك معاني الوجه والطهر المستعلى في وجه الإنسان، لأن الإنسان يقف على قدميه، هذا الوجود للطهر في وجه الإنسان واستعلائه يقصد به الله سبحانه وتعالى، ولا يقصد به إنسان نفسه. ولذلك في الإسلام إنه الأنثى عندما تصلي إلى الله إن كانت منقبة تطلع النقاب، وفي الحج في العمرة يمنع النقاب وتغطية الوجه من النساء، هو لأنه التذكير بأن الوجه هو لله. والوجه باللغة العربية هي الوجيحي، الوجه الوجيحي الذي فيه يجي الحياء، الذي المنطقة التي فيها معنى الطهر والحياء، الوجيحي اللي يجي فيه الحياء. ولذلك في العرب تقليديا والمسلمين الأنثى بتغطي من وجهها، بالذات أمام الرجال، وبالذات الأنثى المتزوجة التي خلاص بقى عندها معرفة بوجود الذكر والأنثى والجمع بين الذكر والأنثى، فيرون في وجهها التذكير إلى الجماع ومعاني الجماع، فتستحي الأنثى فتغطي وجهها من الناس ومن الرجال. فهو وسببه هو وجود التصوير للجمع الطاهر والجماع الطاهر في الوجه الإنسان الحنيف، الذي هو من أساسيات الحنف والطهر الذي يؤيد وجود الله. فلأن الوجه الإنسان يوجد فيه الأنف تماثل الذكر والفم تماثل الأنثى في بعد، فوجودهم يرون فيه معنى يذكر بالجماع، حتى إن لم يكن بينهم الجماع في الحقيقة، لأن الوجه طاهر فالأنف ليس داخل الفم ولكن في بعد، وهو التذكير لاستعلاء معاني الطهر في الإنسان. فكان للنساء وفي الإسلام في تغطية الوجه، وتغطية الوجه هو حتى لا يرى الرجال من وجهها، لأنه فيه معاني الذكر والأنثى، معاني الجماع، فيرون إن أظهرت وجهها للرجال هي ترضى بالجماع معهم، ومن الاستحياء والشرف والعفة فهي تغطي وجههم منهم. وهذا حتى يكون في الشرف وصحة النسب، إنه يقول إنه قالت السيدة مريم لم يلمسني بشر، فحتى لشدة المعنى إنه لم يكن رأى وجهها رجل، إنه حتى المعاني الجماع في الوجه ولم يراها رجل غريب. كانوا عند العرب والمسلمين يرون كده في قوة صحة الأنساب في تغطية حتى الأنثى لوجهها من الرجال. ففي حقيقة أهمية الجماع بين الذكر والأنثى في العورات لتكوين الجنين وإحياء الناس، وسوء معاني الموت وجمال معاني عطاء الحياة، إنه هذا القسم في وجه الإنسان إلى البعد بين الذكر والأنثى هو شيء كبير. قال الله وإنه قسم لو تعلمون عظيم، ولأن شدة الاستحياء في معاني الجماع في الناس كما هو لا يكون في استحياء في الحيوانات، إنه هذا القسم لوجود الله في معاني الطهر في وجه الإنسان، قال الله إن الله لا يستحي عن الحق، وقال الله
إن الله لا يستحي أن يضرب مثل بعوضة فما فوقها. فلذلك هو معنى قوي وشيء عظيم. ولذلك قوة تأييده وإغراره إلى وجود الطهر وإلى وجود الله، فإنه غصب بالحياة والموت، لأنه في جمع الذكر والأنثى يكون الحياء وتكوين الجنين، وفي بعد الذكر من الأنثى يكون في عدم وجود الحياء بالمعاني الموت. فلذلك الوجه الإنساني الحنيف مما فيه من معاني الذكر والأنثى في جمع طاهر فهي معاني كبيرة. أيدت رسل مثل سيدنا إبراهيم الحنيف إلى الإيمان بوجود الله، حتى وجد بيت الله في وسط غرب العرب، وسط بمعنى الجمع، وغرب بمعنى التبعيد وستر الجمع والعورة. فلذلك بيت الله في الحجاز في مكة أيضا هو منطقة هيبة لمعاني الطهر التي فيه، التي مرتبطة هي بالحياة وبالجماع وبمعاني الطهر في الإنسان. فوجه الإنسان في الرجل والأنثى يختلف في كون إنه في وجه الرجال في وجه الذكور يكون في شعر بين الأنف والفم يسمى الشارب أو الشنب، ويكون في شعر في الحنك الأسفل يسمى الدقن أو يسمى اللحية. فهذا وجود شعر الشارب وشعر اللحية في الرجال هو للتسكير إلى معاني الطهر في الوجه الإنساني الحنيف. ففي وجه الأنثى هي أنسيت فيها فقط للشارب والشنب، أما في الرجال في شعر الشارب والشنب وهو ينبت بين الأنف والفم، وهو للزيادة، لأن الشعر هي مادة ليس فيها وعي، فالإنسان لو قطع شعره ما بيوعى به، أما لو قطعه في جلده بيوعى بهذا الجرح وهذا الأذى والألم. ففي الرجال وجود هذا الشعر بين الأنف والفم الذي يسمى الشارب أو الشنب هو للقول للتسكير بعدم الوعي وعدم الجمع والجماع بين الأنف والفم. وأما الدقن التي هي شعر حول الحنك الأسفل هي لأن الحنك الأسفل يجامع الحنك الأعلى في الكلام وفي الأكل، فيجتمع الحنكين، وهذا الجمع طهره الله بوجود اللحية أو الدقن، لأنه الشعر فيه معنى عدم الوعي، فجعله الله في الحنك الأسفل للتسكير لتطهير الحنك الأسفل من الجمع بين مع الحنك الأعلى في الأكل وفي الطعام وحتى في الراحة. ولذلك هو من الجمال، والرسول عليه الصلاة والسلام قال النظر إلى الوجه المليح، والمليح هو الملل الحي، يعني الملان للحياء. فلذلك برغم من أنه بالقول في أنه مثلاً إنه بعض الناس يرون إنه الشعر إنه مادة غير جميلة، ووجود الشعر
في الوجه، في بين الأنف والفم، في الشارب والشنب وفي اللحية، هو زي وسخ ويحلقونه. أما في الفكر الحنيف وفي الفكر الفطروي وفي فكر الدين الإسلامي، إنه من معاني الشرف والعفة والطيبة. ولذلك اشتهر رجال الدين والأنبياء والرسل كثير يوصفون وكثير يصورون بأنهم أصحاب لحية كبيرة ودقن كبيرة. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال: اليهود كانوا يحلقون اللحية ويتركون الشنب، يعني رجال اليهود كانوا يغرون يؤيدون للفصل بين الأنف والفم، أما لا يهتمون كثيرا بالجمع بين الحنكين الذي يرمز له اللحية، فكانوا يحلقون اللحية. ولأن الجمع بين الحنكين هو جمع بين متشابه، فلا يرون حوجة في اللحية. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: خالف اليهود، يعني أنه في خطأ لهذا المعنى اللي كان يفعلونه اليهود، أو فيه عدم كمالية المعنى. فالإسلام لأنه دين يعزز من معنى الطهر في وجود الله، إن الله لم يلد لم يولد، ولكن عند اليهود إن الله بعد ما خلق العالم ارتاح، وإن عزير ابن الله، والنصارى يقولون عيسى ابن الله، فليس لديهم معاني الطهر كاملة. أما في الدين الإسلامي في معاني الطهر كاملة. ولذلك في الدين الإسلامي الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الرجال بحلق الشنب والشارب وترك اللحية، وهو إن الرجل المسلم يحلق من الشنب بين الأنف والفم، وهو للقول بأنه يعرف إنه في نقص ومنطقة فصل ومنطقة عدم وجود بين الأنف والفم لمعنى الطهر في الوجه الإنساني، فيحلقه ليذكر إنه يؤمن بالطهر، وإنه يؤمن بكمالية الطهر في الله، وإن الله واحد، وإن الله لم يلد ولم يولد. أما لأنه في الدين الإسلامي الزواج هو بين الأكفاء والمتشابهين، ولذلك حتى اللمس بين المتكافئين أولاد العم والجماع بينهم يكون فيه الغسل، لذلك الرسول قال بترك اللحية، إنه الحنك الأسفل الحنك الأعلى هما متشابهين، لكن حتى الجمع بين المتشابه في الدين الإسلامي عندما يرتبط بمعاني الجماع فيه يترك معاني الشعر للتطهير، ولذلك يترك اللحية. فالوجه الإنساني الحنيف في حد ذاته يذكر ويقر إلى أن الله خلق الناس في ذكر وأنثى، أن الله أوجد وجه الإنسان في الرأس، والرأس هو في طرف الإنسان، إن الرأس هو في أعلى شيء في الإنسان، فهو في الطرف وليس في الوسط. فلذلك وهو للتذكير والتعزيز لمعنى الفقد، لأنه في معنى الطرف هي النهاية، وفي النهاية في عدم العطاء. فالله جعل الوجه في طرف الرأس إلى الأعلى، هو للتذكير بالفقد في الوجه الإنساني الحنيف. أما في وسط الإنسان فالناس مخصومين إلى فرقتين، هما الذكور والأناس. ففي الأناس يكون في الفقد، في العورة، في عدم الوجود، وفي الذكر في الوجود، وجود الذكر. وهذا المعنى تكرار للمعنى في الوجه الإنساني لوجود الذكر والأنثى
في وجود الوجود وعدم الوجود في الذكر والأنثى. وكما أنه جمع الله في طهر بين الأنف والفم ما يماثل الذكر والأنثى، كذلك أمر الله بالطهر في الجمع بين الذكر والأنثى في الجماع والزواج. ولذلك في شروط طهر في الإسلام، وأنزل الله في القرآن وفي الحديث يوجد توجيهات للزواج الطاهر والزواج الطيب، حتى يكون الجمع بين الذكر والأنثى في طهر يؤيد إلى وجود خالق طاهر هو الله. ومن أهم أركان الطهر في الزواج الإسلامي في الجمع بين الذكر والأنثى هو أن الذكر والأنثى يكونوا أولاد عم ويكونوا أكفاء يتماثلان، حتى لا يكونوا مختلفين، لأنه في الاختلاف جمع المختلف نجاسة، أما جمع المتشابه طهر. فلذلك الذكر والأنثى عندما يكونوا متشابهين في الأنساب، كفوا في الأنساب، فهما جمعهم وجماعهم وزواجهم طاهر يؤيد إلى الخلق الطاهر الذي يؤيد إلى الخالق الطاهر. ولأن الدين الإسلامي قال الله أغم وجهك للدين حنيفة، لذلك معاني الطهر مهمة في الدين الإسلامي، والزواج الإسلامي هو الزواج الذي يكون فيه استعلى من معاني الطهر. ومن أركان الزواج الأخرى في الدين الإسلامي هو إذن الولي، إنه إذن الآباء، قال الله فانكحوهم بإذن آبائهم، رضا الآباء، وهو للتذكير بأنه هذا الإنسان المتزوج ليس له أسبقية معرفة بالزواج، فحكمه في الزواج لا يكون كامل، إنما حكم أبويه الذين تزوجا، فيكون رأيهم فيه العلم. ولأن الإسلام هو دين يؤمن بالخالق، فهو يحترم الوالدين لأنهم خلقوا الإنسان، هم سبب فلأن الزواج في دين الإسلام هو الآية من آيات الله الخالق، قال الله من آياته جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ولذلك احترام الولي في الزواج في الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام قال التي تزوج من غير إذن وليها فزواجها باطل. ومن أركان الزواج المهر، وهو الرجل يدفع مال إلى الأنثى يمهرها إلى التقرب إليه. ففي المال فيه معنى إنه إنه الإنسان بعد ما يتعب يدفع له المال، فالمال فيه رمز التعب. فعندما يعطي الرجل المال للأنثى فيه التذكير بأنه هو يريدها للحوجة وللتعب، فهذا يطهر من العلاقة بينهم. ولذلك المهر هو تطهير في الزواج الإسلامي، وهو من الأركان المهمة في الدين في الزواج في الدين الإسلامي. وكذلك الوليمة، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لصحابي كان يذبح كبش. وكذلك الشاهدين والشهرة والحفل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بضرب الدف أو الغربال، حتى يكون في تذكير بأنه قال الله فبفضل الله يفرح أنه خير مما يحصدون. فالناس عندما تحتفل بآيات الله وبالزواج وبالطهر وما يؤيد وجود الله هو خير من الاحتفال مثلا في الاحتفالات والعرض في والرقص في الحصاد وأشياء الدنيا. فالزواج لذلك عندما يكون طاهر هو يؤيد إلى وجود إله طاهر. والكائن الإنساني الذي عزز فيه معاني الجمع الطاهر في الوجه الإنساني الحنيف وفي الزواج، هذا الكائن لذلك أكرمه الله بمعرفة الخالق
وإلى التقرب إلى الخالق في السجود وإلى عبادة الخالق. الله.